مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم غاية في الأهمية، أخبار كتيرة متعددة عن فريق النادي الأهلي، الفريق الأول تحديدا، واستعداداته لمباراة سان داونز وكل الجديد اللي يتعلق بهذه الاستعدادات على مدار حلقة اليوم، بخلاف أخبار أخرى متنوعة سواء محليا أو عالميا هنستفيد في الحديث عنها مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم. خليني أقول لحضراتكم نضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ وائل الزياتي نائب رئيس تحرير أخبار الرياضة، وهنتكلم معاه باستفاضة في بعض الملفات الهامة على الساحة الرياضية المصرية كما هو المعتاد. في البداية أهم العناوين. الأهلي واصل تدريباته على ملاعب الجامعة ببريتوريا. الجهاز الطبي يؤكد جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمواجهة سان داونز. طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسان داونز يصل بريتوريا غدا. رئيس الأولمبية أولمبياد طوكيو في موعدها. وتأجيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي. الشغل الشاغل بالنسبة لنا مباراة الأهلي وسان داونز، متابعة مستمرة لاستعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة، كل التفاصيل الدقيقة بنحاول دايما نطمن جمهور النادي الأهلي. وبالمناسبة يعني يا جماعة، ده دور قناة الأهلي دايما إن هي تطمن جمهورها. قناة الأهلي لازم تنقل الخبر بشكل صحيح، قناة الأهلي لازم تعرف الناس وجمهور النادي الأهلي تحديدا آخر التطورات وآخر التفاصيل الخاصة بالفريق، خصوصا قبل مباريات مهمة زي دي. موضوع بقى أصل ممكن أخبي عشان الفريق المنافس، وكمان ده كلام قديم قوي، ده كان من زمان يعني من وإحنا صغيرين، مفيش كده دلوقتي. الناس كلها العالم مفتوح للناس كلها، الكل يقدر يعرف أخبار أي فريق في الدنيا يعني. وبالمناسبة كمان عايز أقول لحضراتكم، بخلاف قناة الأهلي في بعض الصحفيين هناك اللي بيجتهدوا بيحاولوا ان هم يكتبوا اخبار تخص الصحف بتاعتهم، يتكلموا بخصوص جاهزيه لعيب، عدم جاهزيه الاخر، كلام من ده. وايضا بالمناسبه عايز اقول لحضراتكم على حاجه، في ظل جاهزيه اللاعبين على مدار عدد كبير جدا من المباريات بنلاقي دايما مفاجات في تشكيل النادي الاهلي من قبل مستر ريني فايلر. فالموضوع يعني مش مشكله كبيره او مش قصه البعض بيتكلم فيها بشكل كبير جدا. في تصريحات بتبقى من الفريق المنافس، تصريحات بتشتغل على الجانب النفسي تحديدا، بتشتغل على الاستعدادات الخاصه بالفريق المنافس، ازاي اثر عليه، اصل انا عرفت مش عارف مين جاهز ومين مش جاهز وكلام من ده. الكل جاهز يا جماعه، كل لعيبه النادي الاهلي جاهزين. الافضل والمدير الفني اللي هيقدر يشتغل تكتيكيا وخططيا صح هو اللي هيكسب، الفريق الاجهز هو اللي هيكسب. الموضوع مش متعلق مين قال ان فلان جاهز ومين قال فلان مش جاهز، يعني ما تشغلوش نفسكم بالكلام ده، ومش عايزين ننشغل اطلاقا من تصريحات مسؤولي فريق سان داونز. التركيز كله منصب بالنسبه للنادي الاهلي على المواجهه اللي جايه، مواجهه الفريق مع سان داونز وكيفيه التعامل مع هذا الفريق. جهاز فني، لاعبين كلهم جاهزين، والكل باذن الله هيقدر يفرح جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. بالتالي استعدادات النادي الاهلي مستمره هناك في جنوب افريقيا. احنا عارفين الفريق سافر بشكل مبكر جدا، تاني يوم مباراه الاهلي وسان داونز اللي كانت مباراه الذهاب في استاد القاهره يوم السبت الماضي، الفريق سافر على طول وبيستعد بشكل مميز جدا لهذه المباراه. تدريبات يوميه في تمام الساعه 3 عصرا نفس توقيت المباراه اللي هتكون ايضا يوم السبت القادم في نفس هذا الموعد. ان شاء الله الفريق يكون موفق والامور كلها ماشيه على ما يرام بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الفريق النهارده بيستأنف تدريباته بشكل طبيعي بعد اليومين اللي فاتوا، احنا عارفين اول يوم كانت تدريبات استشفائيه بعد اجهاد السفر، ثاني يوم تدريبات كانت قويه جدا من الجانب الفني والتكتيكي والبدني، النهارده كمان ثالث ايام النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا وبالتحديد في بريتوريا، وتدريبات ايضا اخرى غايه في الاهميه على مجمع ملاعب جامعه بريتوريا، وهي ملاعب مميزه جدا واللي استقر في النهايه عليها الجهاز الفني للتدريب في هذا المكان وهذه الملاعب يعني. فبالتالي ده امر جيد جدا. بالمناسبه الملاعب دي بتبعد عن فندق اقامه النادي الاهلي تلت ساعه 20 دقيقه بالظبط، يعني مسافه معقوله جدا عشان برده ما يبقاش في اجهاد من الطريق وكلام من ده. الامور في جنوب افريقيا بالمناسبه الامور المروريه يعني الجوانب المروريه جيده جدا، يعني مش هتتعطل في حاجه ولا بتاع، الناس هناك منظمه جدا، تحس ان هي يعني دوله في اوروبا.
فده امر مهم. خلينا نقول لحضراتكم ان في جلسات مكثفه من مستر ريني فايلر مع معاونيه ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل لقاء سان داونز. ده ليه؟ ده للتحضير لبعض الجوانب سواء على الصعيد الفني او الصعيد البدني بخصوص الاجتماعات مع الجهاز الفني او فيما يتعلق بالترتيبات الاداريه الخاصه بالفريق والبعثه قبل اللقاء ده بخصوص الاجتماعات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ من قبل مستر ريني فايلر. يعني اقول لحضراتكم كمان جاهزيه واوضح لحضراتكم جاهزيه اللاعبين بشكل كامل. وهقول لحضراتكم علي معلول اخباره ايه. علي معلول يا جماعه جاهز للماتش الجاي. علي معلول النهارده انتظم في التدريبات بشكل طبيعي جدا. احنا عارفين ان هو كان عنده اجهاد في العضله الاماميه بعد مباراه سان داونز والمجهود الكبير في الحقيقه اللي هو اداه في هذه المباراه. لكن في حاله غياب علي معلول احنا عندنا لاعبين مميزين جدا يقدروا يعوضوا علي معلول على حسب برضو الشغل التكتيكي والخططي اللي هيستقر عليه مستر ريني فايلر. لكن الاكيد وطبقا كمان الموقع الرسمي النادي الاهلي اكدوا خلاص ان علي معلول جاهز لمباراه سان داونز يوم السبت. يبقى الرؤيه الفنيه خاصه بمستر فايلر هو اللي يقدر يقرر هل علي معلول يلعب ولا ما يلعبش. يعني دي بقى الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش فعلا. هي كلها امور في ذهن مستر فايلر، هو الادرى مين اللي هيلعب ومين مش هيلعب. الجهاز الطبي كمان بيؤكد جاهزيه جميع لاعبي الاهلي لمواجهه سان داونز. احنا كان الكلام الفتره اللي فاتت بالتحديد بعد مباراه سان داونز كان على احمد فتحي واجاي ومعلول، الثلاثه ما شاء الله جاهزين، جاهزيه تم. احمد فتحي واجاي شاركوا في التدريبات اللي فاتت بشكل طبيعي جدا والامور بالنسبه لهم جيده. علي معلول النهارده اول تدريب يشارك فيه بشكل طبيعي وكامل. وده امر مهم ان يكون كل اللاعبين جاهزين ومتاحين لمستر ريني فايلر عشان يقدر يتعامل باريحيه على مدار ال 90 دقيقه باذن الله تعالى. والهدف الاسمى والاهم بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نتاهل من خلال كمان مباراه الاياب بعد نتيجه مباراه الذهاب 2-0 للنادي الاهلي. خلينا نقول لحضراتكم كمان بعض الاخبار الاخرى فيما يتعلق بسفير مصر بجنوب افريقيا السيد شريف عيسى. دعا الكابتن محمود الخطيب على مأدبه العشاء النهارده بالليل، وده طبعا في إطار ترحيب سفارة مصر في جنوب أفريقيا وتوقيمها ببعثة الفريق بشكل كامل. وهم في الحقيقة بيعملوا مجهودات كبيرة جدا لإزالة كل العقبات من أمام طريق النادي الأهلي في هذه المباراة وخلال الاستعدادات التي تسبق مباراة يوم السبت بإذن الله تعالى. بكرة إن شاء الله هيوصل طاقم الحكام لبريتوريا بقيادة طبعا بكاري جزامة الحكم الجنبي المعروف والشهير بالنسبه لنا احنا كمان قوي واللي عندنا مواقف كتيره معاه، واتكلمنا مع حضراتكم بتفاصيل كتيره بخصوص هذه الجزئيه تحديدا. نتمنى له ان شاء الله ان هو يكون موفق في مباراه الغد ويكون محايد في ادارته لهذه المباراه. دي اهم الامور واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه سان داونز باذن الله تعالى. خليني اقول لحضراتكم اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي من خلال يعني بعض اللقطات الخاصه بالفريق النهارده في مقر الاقامه، في محيط مقر الاقامه، بخصوص كمان ملاعب التدريبات. زمايلنا هناك في الحقيقه عاملين مجهود كبير جدا سواء محمد دكروري، فاروق صلاح، محمد عويضه، كلهم عاملين شغل كويس جدا عشان يضعوا حضراتكم اول باول في الصوره ويطمنوا حضراتكم بشكل مستمر على كل ما يتعلق بفريق النادي الاهلي قبل المباراه. غايه في الاهميه وكلنا بنترقب هذه المباراه بشكل مؤكد، خصوصا ان هي مباراه مؤهله لدور نصف النهائي. لما تيجي بقى تخش في دور نصف النهائي الحسابات هتبقى مختلفه على حسب الفريق اللي انت هتواجهه سواء الوداد او النجم الساحلي. الافضليه حتى الان لكن في كل الاحوال ايا كان مين الاهلي هيقابله، الاهلي جاهز لكل الفرق بما فيهم سان داونز اللي هي الخطوه الاوليه بالنسبه لنا الاول ان احنا نكسب ان شاء الله الماتش الجاي عشان نتاهل لدور نصف النهائي، وبعد كده لكل حدث حديث ونتكلم بتفاصيل اخرى ان شاء الله. المهم الهدف يتحقق الاول. فبالتالي انا عايز اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح رئيس قناه الاهلي وبيقوم بمجهودات عظيمه جدا هناك في بريتوريا مع فريق النادي الاهلي عشان يطمنا على اخر الاستعدادات والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا. فاروق اهلا بيك، طمنا وحطنا في الصوره عن اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه يوم السبت باذن الله. دلايب كتير يا جماعه ولا يا فاروق؟ مساء الخير، عايزين نطمن كل تحيه ليك زميلي امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من جنوب افريقيا بالتحديد العاصمه بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي وثالث ايام النادي الاهلي هنا ببريتوريا من اجل الاستعداد لمباراه الاياب لدور الثمانيه امام فريق سان داونز يوم السبت القادم بمشيئه الله. كل التوفيق يعني
دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الأهلي. أمير إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء، وإن شاء الله الفريق يرجع مكلل بالانتصار بمشيئة الله. يعني أمير لو اتكلمنا أيضا، يعني عايز أتكلم عن الطقس النهاردة والظروف والجو هنا في بريتوريا قبل ما نتكلم على استعدادات النادي الأهلي. النهاردة حالة الطقس أكثر من رائعة أمير، بالدرجة الحرارة يعني 25 درجة مئوية، طقس أكثر من رائع. كلينا جولة هنا في شوارع بريتوريا ونرصد انطباعات وآراء جماهير سان داونز عن المباراة. يعني برضو أمير أنا عايز نقرب الجماهير النادي الاهلي من الصوره اكتر من الحياه بتاعت شعب جنوب افريقيا وشعب بريتوريا. هنا امير بريتوريا بتلخص الطبيعه وتلخص الجمال وتلخص البساطه اللي شفناها في شوارع بريتوريا. اللون الاخضر بيكسو كل مكان هنا في جنوب افريقيا. يعني امير لو تحدثنا عن بريتوريا بالتحديد اللي هتستضيف اللقاء وهي معقل فريق سان داونز، المدينه يعني عدد سكانها 1,125,000. يعني المواعيد العمل الرسميه امير هنا في بريتوريا من الساعة 7 صباحا إلى 5 مساء. يعني كل الناس هنا في بريتوريا فرحانين بتواجد فريق النادي الأهلي، حالة من السعادة ومن الود ومن الحب بنشوفها في وجوه شعب جنوب افريقيا والتحديد ابناء بريتوريا. ايضا هم على الجانب الاخر الجماهير ايضا عندها امل في مباراه السبت القادم وبيمنوا النفس. يعني كان لينا حديث مع الكثير من الجماهير سان داونز، اتحدثوا على قوه النادي الاهلي وان هو اكبر فرق القاره السمراء، ويعني هو فريق القرن في افريقيا وبيحترموا النادي الاهلي جدا وبيقدروا النادي الاهلي، لكن هم عندهم الحلم والطموح ان هم يفوزوا ويتجاوزوا، وده امر احنا ان شاء الله يعني اللي انا اتمناه. ايضا يا امير رصدنا حاله بيع التذاكر والاقبال الكثيف اللي شفناه من جماهير سان داونز على شراء التذاكر، خاصه ان اللقاء هيقام في يوم العطله الرسميه لفريق لبريتوريا وجنوب افريقيا. بدا طبعا طرح التذاكر من يوم السبت الماضي واقبال كثيف. اما بالنسبه لفريق النادي الاهلي يا امير النهارده، يعني فريق النادي الاهلي كان اللاعبين تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11:30 ظهرا، ثم كان التحرك إلى ملعب التدريب وملعب مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وهو صرح عملاق جدا يا أمير. مجمع ملاعب يحتوي على أكثر من 18 ملعب. أيضا هناك مركز، يعني إحنا وإحنا هناك في جولة بنشوف الملاعب، في يعني في مركز للقياسات وبيتم فيه أفضل الأجهزة الموجودة للقياسات البدنية والرياضية للاعبين الرياضيين، وأيضا هناك مركز للاستشفاء، مركز للتأهيل. أنا الأمور اللي أنا بكلمك فيها يا أمير دي يعني مراكز داخل ملاعب جامعة، فهي أمور أكثر من رائعة. حالة الرضا والثناء اللي بنشوفها من الجهاز الفني على حالة الملاعب وحالة الجو العام هنا في جنوب إفريقيا إن شاء الله تبشر بالخير يا أمير. أيضا عايز أطمنك على حالة الحالة الفنية الحالة البدنية لكل لعبة النادي الأهلي. بقولها لك يا أمير، عندنا 20 لاعب، ال 20 لاعب كلهم على درجة عالية من الاستعداد، كلهم على درجة عالية من الجاهزية. يعني مستر ريني فايلر هو الراجل محتار ومحيرنا معاه من يعني حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين. يعني اكثر من يعني نشوف اكثر من تشكيل، اكثر من 3-4 تشكيلات الراجل بيجرب والراجل بيجهز كل اللاعبين. انا بطمنك يا امير ان كل اللاعبين ال 20 لاعب، يعني 17 لاعب بالثلاث حراس المرمى الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير، الجميع بيستعد لهذا اللقاء حاله من الجاهزيه. بطمن من خلالك جماهير النادي الاهلي ولكل المتابعين اللي بيتابعوا قناه النادي الاهلي على الحاله الفنيه والحاله البدنيه والحاله الطبيه لكل لعيبه النادي الاهلي. يتبقى فقط يا امير توفيق المولى عز وجل ان شاء الله، وان احنا نرجع منتصرين ونرجع بتذكره المرور الى الدور نصف النهائي. غدا بمشيئه الله يا امير هيكون يوم الخميس، هيصل طاقم التحكيم بقياده بكاري جسامه حكم اللقاء، وايضا المنسق العام للقاء هيكونوا موجودين، وبناء على وصولهم هيتم تحديد موعد الاجتماع والمؤتمر الخاص بمستر ريني فايلر ومستر موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز. اللي برضو يعني لو نقلت لك الصوره في الجانب الاخر هناك امير برضو عشان نحط الجماهير في الاجواء هناك بالنسبه لفريق سان داونز. فريق سان داونز استأنف مرانه الاول النهارده، اول مران ليه عقب العوده من مباراه الذهاب. يعني كان حصل الفريق على راحه سلبيه لمده 3 ايام، الاحد والاثنين والثلاثاء، واستأنف اول مران ليه النهارده على الملعب فريق الملعب لوكاس موريب اللي هيستضيف احداث اللقاء.
ايضا موسيماني بيحاول يشتغل على العامل النفسي مع لاعبي صن داونز، وبيحاول يهيئ اللاعبين لامكانيه تحقيق انتصار على النادي الاهلي، وهو بيعي تماما قدر وحجم وقيمه مكانه النادي الاهلي. زي ما قلنا يا امير، كل الامور هنا وكل الاجواء ان شاء الله بتنبئ وتبشر بمباراه ان شاء الله يعني يكون فيها الانتصار ويكون فيها الفوز بمشيئه الله للنادي الاهلي. انا معاك برضو يا امير، لو في اي استفسار اي تساؤل انا معاك. طيب يا فاروق، انا عايز اسالك على تصريحات موسيماني. هو دايما الراجل بيصرح في الصحف الافريقيه، في يعني التلفزيونات وكلام من ده، هل الامر ده بيشغل البعثه، بيشغل الجهاز الفني، بيشغل اللاعبين، ولا كل مركز خلاص في المباراه بشكل كامل يعني؟ يعني خليني اقول لك يا امير، يعني حاله من الفصل التام على لاعبي النادي الاهلي منذ ان وطأت اقدام لاعبي النادي الاهلي مطار القاهره. الامر انتهى تماما، مباراه الذهاب انتهت واتقفلت صفحتها. لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على درجه عاليه جدا من الفهم لتصريحات موسيماني، والعامل او اللي بيحاول يلعب عليه النفسي شويه او هذا الامر لعيبه النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك يا امير، الامر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مش مجرد ان انا فزت في مباراه الذهاب مدياني اريحيه او اطمئنان للمباراه، لا. الصوره اللي انا عايز انقلها لك ان لعيبه النادي الاهلي عندها تصميم كبير جدا انها تحقق الانتصار على فريق صن داونز وهنا في ملعب لوكاس موريبي. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي لم تلتفت الى تصريحات مستر موسيماني. هي التصريحات بتزيد لعيب النادي الاهلي ثقه، بتزيد لعيبه النادي الاهلي تركيز، حاله من التركيز الكبيره جدا يا امير على المعسكر، على الفريق، الكابتن سيد عبد الحفيظ، وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، والاستاذ طارق انديل مدي مزيد من التركيز ومزيد من الاطمئنان للعيبه النادي الاهلي، ومدي مزيد من الثقه للجهاز الفني. كل التصريحات اللي بيقولها مستر موسيماني، حتى يعني انا عايز اقول لك ان الجمهور صن داونز بيتاثر بتصريحات موسيماني. موسيماني لما بيطلع يتكلم عن الثقه وعن الامل، يعني حتى امير برضه اقول لك ان الصحافه يعني بعض الصحف في بريتوريا او جنوب افريقيا بدات اللي هي على يعني ان هي تروج لحمله ان لعيبه صن داونز تقدر انها تفوز، او طريقك للمباراه النصف النهائي هو احراز العدد الكبير من الاهداف. يعني ده بعض المانشيتات اللي احنا قراناها في بعض الصحف لي هنا في بريتوريا في جنوب افريقيا. ده يعني تقدر تقول جماهير صن داونز بتتاثر اكتر بتصريحات موسيماني. موسيماني بيميل شويه ان هو مش شويه يعني بيميل كتير جدا لهذا الامر، انه يلعب على العامل النفسي، ان هو يعمل التهيئه النفسيه للاعبيه قبل هذا اللقاء. ولكن لعيبه النادي الاهلي كلها تصميم، كلها ثقه. زي ما قلت لك يا امير، مش مجرد ان انا فزت بهدفين في لقاء الذهاب مديني الارتياحيه والاطمئنان، لا، اللعيبه كلها مركزه ان احنا نحقق الانتصار هنا على فريق صن داونز، وده امر لعيبه النادي الاهلي وال20 لاعب الموجودين يقدروا ان هم يحققوه ان شاء الله. يعني يتبقى زي ما قلت لك توفيق المولى عز وجل ان شاء الله لتحقيق الانتصار على فريق صن داونز، ومن ثم الصعود الى مباراه نصف النهائي. طيب فاروق، اخيرا عايز اسالك عن الجاليه المصريه والعدد المتوقع انه يحضر مباراه يوم السبت باذن الله من جمهور النادي الاهلي والجمهور المصري، ممكن يكون كام؟ يعني خليني اقول لك يا امير واطمنك ان افراد الجاليه المصريه والجاليه العربيه، يعني حتى النهارده كان في بعض يعني افراد الجاليه العربيه من السعوديه او من اليمن جايين يتابعوا المران ويشدوا من اذر لعيبه النادي الاهلي ويكونوا يبثوا نوع من الحماس لعيبه النادي الاهلي. افراد الجاليه المصريه هنا الدور اللي بيقوم به معالي السفير شريف عيسى ومسؤول السفاره المصريه ومسؤولي الجاليه المصريه، الجميع بيتكاتف، الجميع يعني ان شاء الله يعني بفضل الله يتم تخصيص مدرج ان شاء الله لفريق لجمهور النادي الاهلي. وبالمناسبه يا امير، الكابتن سمير عادل كنا اتكلمنا قال ان تمت المعامله مع افراد او جماهير صن داونز في مصر، كان دخولهم لاستاد القاهره بجواز السفر. هنتمنى ان شاء الله ان هذا الامر يتحقق، ودخول ايضا جماهير النادي الاهلي او الجاليه العربيه والمصريه يدخلوا هذا اللقاء ايضا بجواز السفر، الى جانب هيكون في بعض التذاكر. من الامور المهمه جدا يا امير برضو اللي نتكلم عليها بخصوص الجماهير، يعني في مكان قريب من بريتوريا، بيبعد عن بريتوريا ب 100 كيلو، في ابطال
مصر في العاب القوى بيأدوا مران او معسكر تدريبي، كان لينا حديث معاهم وتواصل معاهم انهم هيكونوا موجودين من يوم الجمعه بمشيئه الله هنا لمؤازره، وهيكونوا موجودين في المباراه لمسانده فريق النادي الاهلي. الجميع هنا امير يتكاتف، كان موجود معانا الدكتور محمد طلعت رئيس الجاليه المصريه، ايضا عمده المصريين محمد سعد ومحمد السروجي اللي كانوا اللي طول الوقت موجودين معانا بيحاولوا يسروا كل الامور وبيحاولوا ان هم يجمعوا افراد الجاليه المصريه والعربيه انهم يكونوا موجودين في هذا اللقاء لمسانده ومؤازره النادي الاهلي ان شاء الله. وعقب اللقاء ان شاء الله نفرح كلنا امير بفوز النادي الاهلي وتاهله الى مباراه نصف النهائي، ومن ثم يعني ان شاء الله نكمل مشوارنا نحو البطوله بمشيئه الله باذن الله. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في جنوب افريقيا كان معانا على الهواء مباشره من بريتوريا ونقل لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق استعدادا لمباراه يوم السبت المرتقبه باذن الله تعالى. كلنا مستنيين هذه المباراه، كلنا ان شاء الله على الساعه 5 كده نفرح يوم السبت بتاهل النادي الاهلي لنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، لان هي في الحقيقه البطوله الاهم والاكثر اهميه بكل تاكيد لكل جمهور النادي الاهلي المنتظر الفوز بلقب هذه البطوله باذن الله. ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في المشوار ككل، بدايه كمان من مباراه الاياب مع صن داونز خلال الفتره اللي جايه يوم السبت تحديدا. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، خليني سريعا اتكلم معاكم عن اهم خبر محلي النهارده وهو فيما يتعلق باتحاد الكره وانه يقرر تطبيق تقنيه الفار غدا. اليوم السابع النهارده قايلين من حوالي ساعه كده تقريبا او اقل قالوا ان اخر كلام خلاص من خلال التواصل مع مسؤولي اللجنه الخماسيه ان اتحاد الكره يقرر تطبيق تقنيه الفار بدايه من بكره مباراه طالع الجيش وامبي. هي مباراه اتقدمت من الاسبوع 19 لارتباطات امبي اللي عنده مباراه مع النادي الاهلي، مباراه مؤجله فعشان يبقى في اريحيه اكتر بالنسبه لفريق امبي يعني عشان ما يبقاش في ضغط مباريات، فهم قدموا المباراه دي. فبالتالي المباراه دي هتكون بالفار بشكل رسمي طبقا لليوم السابع. احنا اتكلمنا مع حضراتكم من فتره بخصوص الجزئيه دي تحديدا، انا بس مستني الاعلان الرسمي من الاتحاد المصري لكره القدم. هو في مؤتمر صحفي بكره هيعلنوا فيه في الغالب عن اخر التطورات اللي بتتعلق بتقنيه الفار، والاقرب ان هم هيعلنوا عن تطبيق التقنيه بشكل رسمي بدايه من مباراه الغد زي ما قلت لحضراتكم مباراه امبي وطلاع الجيش. احنا كنا اكدنا لحضراتكم الخبر ده تقريبا من شهر من دلوقتي، قلنا خلاص بشكل رسمي مباريات الدوري المصري بدايه من الدور الثاني هتكون بتقنيه الفار بعد المجهودات الكبيره اللي بذلها اعضاء اللجنه الخماسيه بخصوص هذا الشان تحديدا. يعني نتمنى كل التوفيق وهيبقى امر مهم جدا في الحقيقه ان الفار يخش مصر، وتقريبا هتبقى اول دوله في افريقيا تطبق تقنيه الفار وده امر كان منتظر بكل تاكيد. طيب خلينا نروح نشوف الصحف قالت ايه النهارده عن النادي الاهلي، يلا بينا. جريدة الأخبار: الأهلي يرفع حالة الطوارئ في بريتوريا، بايلر يشدد على التماسك الدفاعي وعبد الحفيظ لقاء الذهاب صفحة انتهت. الأهرام: فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهرباء والتركيز في موقعة صن داونز، المدير الفني بطل جنوب أفريقيا الأقوى وإقصاء أولى الخطوات نحو اللقب. الجمهورية: بيبو يفرض الانضباط، الأهلي في أقصى درجات الاستعداد. الدستور: الأحمر يستعد لصن داونز بالتدريب عصرا ثلاث أيام متتالية. مجلة الأهلي: السبت في بريتوريا جاهزون وإن شاء الله هنكسب، علولو وأجاييه ثنائي مرعب الله عليه. ماشي. الشروق: فايلر يستقر على خطة الأهلي قبل اللقاء المرتقب مع صن داونز. الوطن: الأهلي يحذر لاعبيه من السوشيال ميديا في جنوب أفريقيا. وأخيرا الوفد: الأهلي يخشى مقالب جسامة، التاريخ الأسود للحكم الجنبي يثير المخاوف الحمراء قبل موقعة الإياب أمام صن داونز. طيب سريعا خليني اقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم في جميع البطولات عالميا. كاس الاتحاد الانجليزي: ليستر سيتي مع بيرمنغهام سيتي في الدور الخامس من بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، نفس الحال بالنسبه لتوتنهام ونوريتش سيتي، وايضا مباراه اخرى وثالثه ما بين شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي. كاس ملك اسبانيا: ميراندس مع ريال سوسيداد، وامبارح كان في بعض المباريات ابرزها طبعا فوز تشيلسي على ليفربول بنتيجه 2-0 هدفي ويليان وباركلي. ليفربول اعتقد هم في كابو يعني ان شاء الله تكون مؤقته، الاهم ان هم يقدروا يحسموا بطوله الدوري سريعا قبل ما الدنيا تكر منهم يعني.
ايضا كان في مباريات اخرى في كاس الاتحاد الانجليزي امبارح، نيوكاسل وويست بروميتش البيون. نيوكاسل فازت على ويست بروميتش في ملعب ويست بروميتش 3-2. ريدينج خسر على ملعبه من شيفيلد يونايتد 1-0. دي ابرز المباريات الامس واليوم. نرجع لاخبار الاهلي في الصحف ونبتدي بجريده الاخبار واللي قالت ايه عن النادي الاهلي النهارده. قالت ان الاهلي يرفع حاله الطوارئ في بريتوريا. امر طبيعي، خلاص انت بتستعد خلاص بكل قوه بقى، التركيز كله 100% لمباراه يوم السبت. طبعا فايلر يشدد على التماسك الدفاعي، هيبقى مهم قوي طبعا التماسك الدفاعي بغض النظر عن الشكل اللي هيلعب مستر فايلر بيه. يعني ما نعرفش هل هيبقى في تحفظ دفاعي، هل هيبقى في توازن في اسلوب لعب النادي الاهلي، هل النادي الاهلي هيهاجم من اول مباراه عشان يحاول يخطف هدف يريح نفسه بقيه المباراه مثلا. هنشوف، دي كلها امور في ذهن مستر فايلر، هو ادرى بالقرار الانسب والسيناريو الانسب لهذه المباراه يعني. لكن مهم قوي ان احنا نكون مركزين دفاعيا كمان على مدار ال 90 دقيقه. انت عندك الافضليه 2-0 لكن انت راكنها على جنب خالص، انت بتركز في المباراه دي على انها مباراه لوحدها ملهاش علاقه بالمباراه الاولى عشان تقدر باذن الله تحقق هدفك. ودايما بيبقى الهدف بالنسبه لك انك تكسب عشان تخرج باقل الخسائر، يعني ممكن تتعادل فانت تاهلت. الاهم في كل الاحوال ان الاهلي يتاهل، خصوصا انت بتلعب فريق قوي زي فريق صن داونز، لكن في نفس الوقت الاهلي فريق كبير. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على جزئيه مهمه جدا، وده كان من خلال تصريحاته امبارح، ان لقاء الذهاب صفحه وانتهت، وده امر حقيقي. الاهلي فاز وحقق نتيجه جيده في الحقيقه 2-0، لكن في كل الاحوال التاهل لم يحسم بعد. فمن تركيزك على المباراه اللي جايه ان شاء الله تحسم التاهل لدور نصف النهائي من البطوله الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم. تعالوا نروح لجريده الاهرام واللي قالت ايه. جريده الاهرام قالت ان فايلر يطالب بعثه الاهلي بغلق ملف كهرباء والتركيز في موقعات صن داونز. ده خبر يعني ما تفهملوش هو عايز منه ايه، يعني ما تفهمش الصحفي يعني ايه اللي في دماغه وهو بيكتب الخبر ده، ايه اهدافه وهو بيكتب الخبر ده. حاجه غريبه جدا، فايلر يطالب بعثه الاهلي بغلق ملف كهرباء. ده على اساس يعني البعثه بتتكلم على موضوع ايه، موضوع كهرباء اصلا؟ كهرباء ما بيلعبش الماتش اللي فات والماتش ده، رؤيه فنيه بس، مش عايزين نضخم الامور خالص. لكن في بعض الصحف وبعض العناوين بتحاول تضخم الامور. هات لي العنوان تاني يا عمار بجد، لان الموضوع مستفز شويه. غلق ملف كهرباء، يعني خلاص كل الناس هناك بتتكلم على الكهرباء وناسيين الماتش. كلام غير واقعي وغير منطقي وغير كل حاجه يعني. طيب التركيز يا جماعه موجود من الاخر، يعني التركيز موجود للمباراه بشكل طبيعي، وكل واحد عارف دوره كويس جدا في فريق النادي الاهلي. يعني المدير الفني بطل جنوب افريقيا الاقوى، ده امر حقيقي. صن داونز فريق قوي جدا على مدار سنوات عديده سابقه، السنه دي طبعا هو يعتبر اقوى الثمان فرق اللي وصلوا مع النادي الاهلي طبعا لدور ربع النهائي. يعني اقصاء اولى الخطوات نحو اللقب ده امر حقيقي، انت لما تقصي اقوى فرق البطوله باذن الله هيبقى فرصك كبيره في تحقيق اللقب. طبعا عندك مواجهات اكيد هتبقى صعبه، هيتبقى ليك ثلاث مواجهات في حاله التاهل باذن الله، مواجهتي الذهاب والاياب مع الفريق اللي انت هتقابله سواء الوداد او النجم الساحلي باذن الله لما نتاهل، ومباراه وحيده هي المباراه النهائيه اللي لسه مش عارفين الملعب بتاعها هيكون ايه، ما بينك وبين اي فريق هيوصل من الناحيه الثانيه سواء بقى زمالك، مازيمبي، رجاء، ترجي، هنشوف يعني. لكن الاهلي جاهز للكل ان شاء الله، بس نخلص الخطوه الاولى مع صن داونز ونركز في اللي جاي باذن الله تعالى. تعالوا نروح للجمهوريه واللي بتتكلم برضه على جزئيه مهم، بيبو يفرض الانضباط. طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب اضافه كبيره جدا جدا من الجانب المعنوي، الجانب التحفيزي، كل الجوانب في الحقيقه. طبعا لما تكون قيمه كبيره زي الكابتن محمود الخطيب متواجد في بعثه النادي الاهلي وعلى راس بعثه النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا، لكن في نفس الوقت احنا عايزين ناكد ان دايما بيبقى في انضباط يعني في فريق النادي الاهلي، دي سمه اساسيه من سمات الفريق على مدار التاريخ. يعني لما بتلاقي حد يعني خرج عن الانضباط ده يعني بيبان وبيستبعد، وفي امثله كتير حضراتكم عارفينها. لكن في نفس الوقت دايما بعثه النادي الاهلي في اي مكان، في اي مكان بيبقى فيه انضباط، ده السمه الاساسيه والموجوده دايما مع فريق النادي الاهلي. يعني الاهلي في اقصى درجات الاستعداد، ده حقيقي، والاهلي ان شاء الله مستعد لمواجهه يوم السبت باذن الله تعالى. نروح للدستور، والاهلي يستعد لصن داونز بالتدريب عصرا ثلاث ايام متتاليه، امبارح، النهارده، بكره، وبعده اربع ايام كمان مش ثلاث ايام. الاهلي بيتمرن الساعه 3 العصر نفس توقيت المباراه، وده عشان تتاقلم على الميعاد اللي هيتلعب فيه المباراه، تبقى جاهز كده جسمك، ذهنك، الجوانب البدنيه، تركيزك كمان في التوقيت ده، لان احنا عارفين هنا في مصر دايما بنلعب 7:30، بعد كده الساعه 9 مثلا لو بطوله دوري ابطال افريقيا، 6 برده لو في البطوله زي مثلا يوم السبت اللي فات، لكن 3 دي الاهلي مش متعود عليها او اي نادي مصر مش متعود عليها، لكن احنا خلاص تعودنا عليها اهو من خلال التدريبات، من خلال سفر النادي الاهلي مبكرا، والاستعدادات كلها منظمه بشكل جيد جدا، وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. نروح لمجله الاهلي
واللي بتتكلم وبتشيد في الحقيقه بعلي معلول واجيه، وتقول لك السبت في بريتوريا جاهزون وان شاء الله هنكسب باذن الله تعالى. الاهلي هيكسب. علول واجيه ثنائي مرعب الله عليه بصراحه، الاثنين من افضل اللاعبين اللي جم اجانب في تاريخ النادي الاهلي، ده واقع، دي حقيقه. بعض الفترات ممكن تلاقي ايه بعض الجماهير او بعض النقاد يقولوا لك لا علي معلول مش مستواه، علي معلول مستواه تراجع، نفس الحال بالنسبه لاجيه. لكن في الحقيقه في المباريات الصعبه المباريات القويه بنلاقيهم بيقدروا يشيلوا فرقه مع زمايلهم طبعا، يعني طبعا، لكن هم عندهم الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. الاثنين كمان بيحبوا النادي الاهلي جدا جدا، اجاييه وعلي معلول بيتالقوا الفتره الاخيره. الاهم بصراحه الاستمراريه في هذا التالق، خصوصا في الفترات الصعبه من الموسم اللي زي اللي احنا فيها دلوقتي، زي فتره بطوله دوري ابطال افريقيا وخلاص المواجهات الحاسمه والادوار الحاسمه في البطوله. واثقين فيهم جدا، واثقين جدا كمان في كل فريق النادي الاهلي ان شاء الله والجهاز الفني ان هم يقدروا يفرحوا الجماهير. لكن هو فعلا ثنائي مرعب، يعني مش شرط الثنائي ده يلعب المباراه يوم السبت، يعني مش شرط، ممكن نلاقي شكل اخر في التشكيل او مفاجات في تشكيل النادي الاهلي زي ما متعودين مستر فايلر. يعني نروح للشروق، فايلر استقر على خطه الاهلي قبل اللقاء المرتقب مع سان داونز. اكيد الراجل استقر بشكل كبير جدا على الخطه، على الاستراتيجيه بتاعه الماتش بتاعه الفرقه، السيناريوهات ايه، التشكيل نسبه كبيره ممكن يكون استقر عليه، لكن طبعا ما نعرفش ايه هو التشكيل. الفكر بتاع مستر فايلر ما دخلناش دماغه، ما شفناش الراجل هيعمل ايه. احنا هنشوف قبل المباراه بساعه كده نعرف التشكيل، وساعه المباراه نعرف الطريقه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي هتكون ايه. اكيد مش هيبقى في تغييرات في الطريقه، لكن كاساليب لعب او كاستراتيجيه معينه دفاعيه هجوميه كلام من ده، كلها امور متروكه للجهاز الفني، ثقه كبيره جدا فيه، والراجل ماشي بشكل ممتاز مع فريق النادي الاهلي، ودي حقيقه والارقام كلها بتتكلم في هذا الاتجاه. يعني الوطن بتقول ان الاهلي يحذر اللاعبين من السوشيال ميديا في جنوب افريقيا. اللاعبين مركزين يا جماعه خلاص، الموضوع موضوع كمان السوشيال ميديا ده بقى امر واقع، يعني انت اكيد بتتواصل وبتشوف والاخبار ايه وكلام من ده وبتتابع يعني، لكن في نفس الوقت في تركيز وخلاص، ده امر احترافي موجود، او لعيبه النادي الاهلي محترفين جدا وعارفين واجباتهم وعارفين ازاي يفصلوا ما بين مثلا اي حاجه بتتكتب على السوشيال ميديا وما بين التركيز في المباراه المقبله او في اي مباراه بشكل عام. نروح للوفد، بتتكلم على جسامه، جسامه احنا اتكلمنا عنه امبارح وقلنا كواليس تواصل النادي الاهلي مع الاتحاد الافريقي بخصوص هذا الحكم، يعني وحكينا لكم القصه كلها بالتفاصيل، يعني وتدخل الكابتن محمود الخطيب وتواصل مع الاتحاد الافريقي والكلام على التخوف من هذا الحكم او التحفظ يعني على ادارته لمباراه الاياب، يعني خصوصا ان دي تاني مباراه في نفس الدور في مباراه الاياب مع نفس الفريق بيديرها بكاري جسامه، ده امر غريب. لكن في كل الاحوال احنا نتمنى ان شاء الله ان الراجل ده يكون موفق في المباراه ويكون محايد، ده اهم شيء. يعني التاريخ الاسود للحكم الجنبي يثير المخاوف الحمراء، احنا عارفين طبعا اهم المباريات او يعني المباريات اللي كان متعنت فيها جدا ضد النادي الاهلي مباراه سان داونز السنه اللي فاتت، مباراه الاياب في استاد برج العرب، الاهلي فاز 1-0 بهدف ازارو، لكن عطل اللعب كتير جدا، وقف الريتم النادي الاهلي على مدار ال 90 دقيقه من خلال كل شويه صفاره، كل شويه فاول وحاجات مش محتاجه ان هي تتحسب يعني سواء ليك او عليك، بخلاف الهدف اللي لغاه، بخلاف ضربه جزاء كلام من ده. ايضا في مباراه من ضمن المباريات مباراه الوداد في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 2017 اللي كانت هناك في المغرب، كنا تعادلنا هنا 1-1، هناك خسرنا 1-0، لكن كان في ضربه جزاء لازارو في التوقيت ده، كان في برضو تعطيل للعب من الحكم نفسه، هو الراجل كان واخد اتجاه يعني خلاص الاهلي ما يكسبش في اخر كام مناسبه تحديدا يعني. لكن ان شاء الله نتمنى الامور تبقى مغايره يوم السبت اللي جاي، ويبقى الراجل محايد في الملعب كده والامور تمشي بشكل طبيعي، والافضل فنيا هو اللي يكسب، واللي باذن الله يكون النادي الاهلي الافضل في هذه المباراه. اخبار الاهلي في المواقع نشوف. اليوم السابع سان داونز يشترط القميص الاصفر لدخول جماهيره مباراه الاهلي مجانا. بوابه المصري اليوم، مدرب سان داونز هل يمكننا احراز هدفين في الاهلي؟ ساقول نعم للحفاظ على عملي. موقع مبتدا، الاهلي يحسم ملف الكبار قبل نهايه مارس. الوطن سبورت، غياب رباعي الاهلي المعار الى سموحه عن مواجهه الدوري. نبتدي باليوم السابع واللي بتتكلم على حضور جماهير سان داونز للمباراه.
مباراه طبعا يوم السبت امام النادي الاهلي، وقالوا ايه؟ قالوا ان في شرط الجماهير تخش عشان تدخل مجاني، ما تدفعش فلوس او ما تشتريش تذكره لحضور المباراه، ان انت تلبس التيشيرت الاصفر بتاع صن داونز او اي تيشيرت لونه اصفر عشان تحضر المباراه. هم بيحاولوا من خلال الجزئيه دي ان هم يضمنوا كم ممكن من جماهير يحضر مباراه صعبه امام فريق كبير زي النادي الاهلي. شايفين الجمهور هيبقى دافع بالنسبه لهم، وده امر حقيقي طبعا، وعملوا القصه دي عشان يحاولوا يجيبوا جماهير كتيره يعني. لكن في كل الاحوال الاهلي متعود على الجزئيه دي، يعني بقى لنا فترات بنلعب من غير جماهير في مصر، لكن الماتش الاخير تحديدا كان معانا 30,000 مشجع في استاد القاهره. الفرقه خلاص اللاعبين خدوا على موضوع الضغط الجماهيري ده، امر طبيعي، احنا عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين عندهم خبرات ومتعودين على الجزئيه دي، لكن ان شاء الله هنقدر نتعامل مع المباراه بكل الجوانب بتاعتها يوم السبت باذن الله تعالى. نروح لبوابه المصري اليوم وتصريحات موسيماني، والموضوع متعلق بايه؟ ده تصريح يعتبر قديم شويه، هو الراجل قاله في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الاهلي وصن داونز الاولى، لكن هو واضح انه بيعيد نفس تصريحاته في بعض الصحف الجنوب افريقيه، بالتحديد صحيفه اندبندنت، واللي اتكلم فيها بيسالوه هل يقدر صن داونز انه يحرز هدفين في مرمى النادي الاهلي؟ قال انا لو ما قلتش كده يبقى انا هفقد عملي، هيمشوني من صن داونز. لكن الراجل بيتكلم بخصوص تصريحات نفسيه كتير جدا من موسيماني، وهي سمه من سماته يعني في الحقيقه. هيحاول خلال المباراه ان هو يكسب. هو كان قال كمان في مؤتمر صحفي هنا احنا ممكن نجيب هدف، ممكن نجيب اثنين، ممكن نجيب اكتر زي ما حصل السنه اللي فاتت يعني، لكن قال ان ده امر غير مضمون خصوصا ان انت بتلعب فريق كبير زي النادي الاهلي. لكن هنشوف ان شاء الله باذن الله، مش هيجيب اهداف في النادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي هو اللي يقدر يحرز اهداف، او في المجمل الاهلي يتاهل باذن الله تعالى لدور نصف النهائي. نروح لمبتدا، موقع مبتدا بيقول ان الاهلي يحسب ملف الكبار قبل نهايه مارس. احنا عندنا اربع لاعبين عقودهم بتنتهي مع نهايه الموسم، شريف اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، واحمد فتحي. هنا مبتدا بيقول لك ان الاهلي يحسم ملف الكبار قبل نهايه مارس، ده امر حقيقي، ده امر خبر حقيقي يعني، نسبه كبيره جدا جدا قبل نهايه شهر مارس هيتم حسم الموضوع ده والبت فيه بشكل نهائي ونشوف نتائج ليه يعني. لكن ممكن يبقى في بعض الاخبار اللي هنسمعها قريبا، تحديد بعد مباراه سان داونز تحديدا يعني. تعالوا نروح للوطن سبورت. الوطن سبورت بتتكلم على غياب رباعي الاهلي المعار الى سموحه عن مواجهه الدوري. احنا عندنا اربعه من الاهلي معارين، صلاح محسن، ناصر ماهر، محمد عبد المنعم، وفوزي الحناوي. الاربعه مش هيشاركوا قدام النادي الاهلي في المباراه اللي هتكون قريبا على ما اتذكر يوم 11 في بطوله الدوري. فبالتالي الاربعه دول مش هيلعبوا طبقا للبند الموجود في عقود اللاعبين، واللي بينص على عدم مشاركتهم امام النادي الاهلي في اي مواجهه محليه، فبالتالي هم مش هيكونوا موجودين خلاص يعني. نروح للاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. المصري اليوم، اتحاد الكره، لجنه الاستئناف تنظر تظلم الاهلي والزمالك على عقوبات السوبر. الكابتن، لجنة الجنايني تفشل في إنهاء رخصة تطبيق الفار. اليوم السابع، سيد مراد وقدورة يحاضران لاعبي الاتحاد السكندري للتعريف بتقنية الفار. موقع كورة، شكوك تحاصر تطبيق الفار بالدوري المصري. فيتو، رئيس الأولمبية، أولمبياد طوكيو في موعدها ولم نتلقى خطابات بالتأجيل. الوطن سبورت، تقارير لوائح الفيفا قد تجبر سان جيرمان على انتقال نيمار لبرشلونه. الشروق، كلوب يحمل الدفاع مسؤوليه النتائج السلبيه لليفربول. موقع بطولات، مانشستر سيتي يعلن تاجيل مباراه تشيلسي في الدوري الانجليزي. سوبر كورة، هازارد يتوجه إلى أمريكا لإجراء جراحة في الكاحل الأيمن. بوابة الأهرام، برشلونة ونابولي خارج الحظر، الحكومة الإسبانية توصي بمواجهة الإيطاليين دون جمهور. وأخيرا يلا كورة، تقارير قد يتم تأجيل مباراة إنتر ونابولي بالكأس.
المصري اليوم بتتكلم على العقوبات بتاعه مباراه السوبر، العقوبات اللي كانت على لاعبي الاهلي والزمالك في هذه المباراه او بعد انتهاء هذه المباراه يعني. فبيقول لك خلاص لجنه الاستئناف تنظر تظلم الاهلي والزمالك على عقوبات السوبر، وفي استئناف اتعمل من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك، وبنسبه كبيره جدا هيتم تخفيف هذه العقوبات يعني في كل الاحوال. لكن احنا برضو نفسنا يعني عشان نتكلم بصراحه، الناس اللي ارتكبت فعل مشين وفعل غير رياضي والكلام اللي حضرتك شفتوه ده يعني لازم يبقى فيه عقوبه قاسيه يعني، ما ينفعش العقوبه تتخفف، بالعكس لازم تزيد. وموضوع والله ما فيهوش تحيز اهلي وزمالك وكلام من ده، الموضوع فيه اساسيات كده رياضيه لازم تبقى موجوده، في اخلاق لازم تبقى متوافره، في لعيبه لازم تبقى قدوه حقيقيه، وخصوصا ان هم كباتن للفرقه بتاعتهم لازم يبقوا قدوه للجماهير. فهنشوف لجنه الاستئناف هتعمل ايه يعني في القصه دي، هيعملوا ايه في العقوبات بعد استئناف الاهلي والزمالك يعني. نروح لموقع الكابتن واللي بتتكلم ان لجنه الجنايني تفشل في انهاء رخصه تطبيق الفار. والله الموضوع هنا فيه تضارب كتير جدا بشان موضوع تطبيق التقنيه مع بدايه الدور الثاني مع نهايه الدور الثاني. للاسف احنا بقالنا فتره في القصه دي، بقالنا فتره في التضارب ده، في التصريحات، في الاخبار، كلام من ده يعني. الكابتن النهارده بيقول لك، هو موقع الكابتن بيقول لك خلاص هم ما خدوش التصريح اللي المفروض بيبقى من الجهه المختصه من الفيفا تديك تصريح وتطبيق التقنيه في مصر، فالتصريح ما جاش لحد دلوقتي، فبالتالي التقنيه مش هتطبق، ولازم يبقى في 3 شهور تطبيق للتقنيه بطريقه غير معلنه عشان يبقى في تدريب حقيقي للحكام، وبعد 3 شهور دول يطبق بشكل رسمي الفار. فبيقول لك الموضوع كده هيبقى صعب، بالتالي 3 شهور ايه، هيكون الدوري خلاص خلص يعني، فبالتالي من الموسم الجديد. في المقابل النهارده انا قريت لحضراتكم خبر من يوم 7 مع بدايه الحلقه، واتكلموا على ان خلاص بشكل نهائي الفار من بكره هيطبق رسميا. هتيجي بقى الخبر اللي بعديه او مش اللي بعديه، يقول لك خبر كوره مثلا بيقول لك الشكوك تحاصر تطبيق الفار بالدوري المصري. اخبار كلها متضاربه، اللي ينهي التضارب ده مين يا جماعه؟ المفروض اتحاد الكوره وينهيه من فتره، خصوصا ان هم زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده، هم حصلوا على كل الموافقات ومضوا كل العقود لتطبيق التقنيه مع الشركه اللي هتطبق اللي هي الشركه الاسبانيه، مع كل حاجه. الدنيا كلها خلصت بشكل رسمي من حوالي 3 أسابيع او شهر يعني. لكن التاخر عن الاعلان ده غريب بالنسبه لي، ليه سايبين حاله الجدل دي؟ عموما هنشوف المؤتمر الصحفي بكره هيقولوا فيه ايه، هل هيعلنوا عن تطبيق التقنيه بشكل رسمي ولا هيعلنوا عن موعد اخر تطبيق التقنيه بخلاف بدايه الدور الثاني. هنشوف الناس هيعملوا ايه في المؤتمر الصحفي اللي هيكون بكره الظهر في مقر الاتحاد المصري لكره القدم. خلينا نكمل اخبارنا. اليوم 7 بتقول ان سيد مراد وقدوره يحاضران لاعبي الاتحاد الاسكندري التعريف بتقنيه الفار. هم عاملين محاضرات كتير جدا طبعا مع 18 فرقه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في بطوله الدوري الممتاز، ومحاضرات اكيد مستمره. في محاضره النهارده عن الاتحاد الاسكندري زي ما حضراتكم شايفين الصوره كده، كابتن طلعت يوسف طبعا المدير الفني للاتحاد الاسكندري، ومن خلال سيد مراد عضو لجنه الحكام، وده عشان يعرفوا يعني اللاعبين والجهاز الفني ب قوانين الفار وكيفيه تطبيق التقنيه وكل الامور اللي بتتعلق بهذه التقنيه يعني. ده امر معروف يعني ولازم يتم التعريف به لكل المشاركين في بطوله الدوري الممتاز. طيب تعالوا نروح لفيتو. بخلاف موضوع الفار، رئيس الاولمبيه بيقول ان اولمبياد طوكيو في موعدها ولم نتلقى خطابا بالتاجيل. السيد هشام حطب طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اكد على ان ما فيش اي خطابات جت من اللجنه الاولمبيه الدوليه بخصوص تاجيل انطلاق دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020، المفروض هتبقى في شهر 7، فكان الكلام كله بسبب كورونا هيتم التاجيل لشهر ديسمبر. امبارح خرج اخبار في هذا الاتجاه، لكن السيد هشام حطب اكد ان المباراه او عفوا الدوره هتكون في موعدها ومفيش اي خطابات تاجيل وصلت للجنه الاولمبيه المصريه. تعالوا نروح للوطن سبورت وكلام على بعض الاخبار العالميه بخصوص نيمار، والكلام على طول مستمر في اي فتره انتقالات لنيمار او بخلاف فتره انتقالات يعني. كمان بيقول لك لوائح الفيفا قد تجبر سان جيرمان على انتقال نيمار لبرشلونه. اللوائح بتقول يعني ان اي لعيب عدى على عقده 3 مواسم او 3 سنين يحق له ان هو ينتقل بشرط ان هو يدفع مقابل مادي يكون قريب شويه من المقابل اللي اتدفع فيه ساعه لما تم شراؤه يعني. لما باريس سان جيرمان اشترت رونالدو من برشلونه او دفع الشرط الجزائي لبرشلونه كان 222 مليون يورو. في الغالب هتبقى القيمه 180 مليون يورو، طبعا بيعملوها نسبه وتناسب كده، ف 180 مليون يورو بيعملوها نسبه وتناسب مع عقد اللاعب كمان والفلوس اللي بياخدها من باريس سان جيرمان. فهنشوف مع نهايه الموسم ايه اللي هيحصل بخصوص نيمار، وهو عنده مشاكل كتير جدا مع ليوناردو طبعا المدير الرياضي لباريس سان جيرمان. ماشي نروح للشروق والكلام على ليفربول
ويورجن كلوب والهزائم المتتاليه، او يعني هزيمه في الدوري مع امام واتفورد 3-0 هزيمه مفاجاه، وامبارح هزيمه امام تشيلسي رغم ان ليفربول ما كانتش بتلعب بالعناصر الاساسيه يعني كلها، يعني محمد صلاح مثلا نزل في الاخر، فيرمينيو وكذلك كان ابتدى بس ساديو ماني، لكن في كل الاحوال كلوب بيحمل الدفاع مسؤوليه النتائج السلبيه لليفربول، رغم ان الدفاع دايما في ليفربول كويس، لكن فان دايك ممكن اخر مباراتين مش في مستواه هو وجوميز، امبارح غلطه من ادريان حارس ليفربول كلفت ليفربول الهدف الاول عن طريق ويليان، فبالتالي اعتقد ان ليفربول هيفوقوا بسرعه يعني من الكبوه دي، عندهم مباريات مهمه جدا، عندهم مباريات الدوري الانجليزي مباريات حاسمه جدا، قدامهم 4 ماتشات عشان يحسموا اللقب بشكل رسمي، وعندهم مباراه الاياب في دور ال 16 من تشامبيونز ليج مع اتلتيكو مدريد بعد ما خسروا المباراه الاولى بنتيجه 1-0 هناك في واندا مترو بوليتانو الملعب اتلتيكو مدريد. طيب موقع بطولات، بالتالي بعد فوز تشيلسي على ليفربول بالتالي تشيلسي اصبح عندهم مباراه في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، فعشان كده هيتم تاجيل مباراه تشيلسي مع مانشستر سيتي اللي كان مقرر ليها يوم 21 مارس. مانشستر سيتي اعلنوا بشكل رسمي عن تاجيل هذه المباراه بعد تاهل تشيلسي على حساب ليفربول بالامس. سوبر كوره وهازارد يتوجه الى امريكا لإجراء جراحة في الكاحل الأيمن، نفس الإصابة اللي كان تعرض ليها من شهرين ثلاثة كده في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان في المباراة اللي كانت في دور المجموعات، الإصابة عودته مرة ثانية، فهو هيروح يعمل جراحة في الكاحل هناك في أمريكا بالتحديد في مدينة دالاس الأمريكية، والغياب الفترة تتراوح ما بين شهرين شهرين ونص، نتمنى له العودة سريعا. هازارد لعيب عالمي جامد جدا جدا ومؤثر مع ريال مدريد، رغم إن ريال مدريد كسب المباراة الأخيرة أمام برشلونة نتيجة 2-0، لكن هو أكيد لعيب مهم يعني. طيب دي كانت بعض الأخبار المحلية والعالمية، عايزين فاصل؟ طيب خلينا نقول بعض الأخبار الأخرى كمان. بوابة الأهرام بتقول إيه؟ بتقول إن برشلونة ونابولي خارج الحظر، الحكومة الإسبانية توصي بمواجهة الإيطاليين دون الجماهير. احنا عارفين ان فيروس كورونا عامل يعني ازعاج جامد جدا للعالم كله في الحقيقه، وحاله تخوف عند الجميع بسبب هذا الفيروس، والناس كلها قلقانه، الناس كلها او كل الاتحادات دلوقتي بيفكروا ان هم يجمدوا الانشطه، في بعض الدول جمدت الانشطه، طبعا الصين يقال المغرب كمان، بعض الدول الاخرى، بطوله دوري ابطال اسيا ما تتلعبش دلوقتي، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال في مباريات ما بين فالنسيا واتلانتا وختافي وانتر دي في بطوله اليوروبا ليج، المباريات دي احتمال كبير جدا تكون من غير جماهير عشان تفشي المرض ويكون في حذر منه يعني بشكل كبير، رغم ان برشلونه ونابولي هيلعبوا في الشامبيونز ليج مباراه الاياب في اسبانيا، والمباراه بنسبه كبيره حتى الان بجماهير يعني، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القليله المقبله. خلينا نشوف كمان يلا كوره واللي بتتكلم عن تقارير قد يتم تاجيل مباراه انتر ونابولي بالكاس، ده برده بسبب تفشي فيروس في فيرونا وبسبب وجود حالات كتيره جدا في ايطاليا في الحقيقه بخصوص هذا الفيروس، لكن في اشاعات بتطلع خلال الفتره اللي فاتت، قال لك مثلا أليكسيس سانشيز لاعب انتر جاله كورونا، الكلام ده ما كانش حقيقي خالص يا جماعه، لكن في كل الاحوال هناك الحكومه الايطاليه متخوفه جدا من تفشي الفيروس بشكل اكبر من كده، بالتالي بنسبة كبيرة أو خلاص من شوية بشكل رسمي تم تأجيل مباراة إنتر ونابولي بالكأس بسبب نفس الجزئية. ربنا يستر على الناس كلها إن شاء الله، وموضوع في بعض بيحاول يضخم القصة شوية موضوع كورونا ده، لكن ربنا يسترها بإذن الله تعالى الأمور تمشي بشكل جيد في العالم كله يعني. طيب دي كانت بعض الأخبار المحلية والعالمية، أنا هروح لفصل، بعد الفاصل هينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ وائل زياتي نائب رئيس تحرير اخبار الرياضه، ونتكلم معاه في ملفات عديده مهمه سواء فيما يتعلق باستعداد النادي الاهلي لمباراه سان داونز او فيما يتعلق ببعض الملفات المحليه والعالميه الاخرى اللي راح نستفيد في الحديث عنها، استنونا بعد فاصل. الاستاذ وليد وعفوا الاستاذ وائل الزياتي نائب رئيس تحرير اخبار الرياضه، منورنا ومشرفنا النهارده استاذ وائل، اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها في الحقيقه، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته للمباراه المقبله مباراه سان داونز، لكن طبعا لازم نتكلم في البدايه عن مباراه الذهاب لان الاثنين مرتبطين ببعض. طبعًا. مباراه الذهاب وتحقيق النادي الاهلي نتيجه ايجابيه 2-0 ممكن تاثر بشكل ايجابي ازاي لابعد درجه بخلاف بخصوص مباراه الاياب باذن الله؟ هو اولا الاهلي معه مدرب سويسلي فايلر، ده راجل بيقرا الملعب كويس جدا، فتلاقي دايما الشوط الاولاني لسه بيستكشف، في الشوط الثاني بيقدر يعدل خطته ويدفع بلاعبين
ويحقق الفوز نتيجة على ثغرات المنافس في الشوط الأولاني، وده اللي حصل في الماتش الأولاني. ولما دفع باللعيبة في التغييرات وقدر يغير خطة اللعب قدر يحرز الأهلي هدفين، ده كويس جدا، وضع هدف آخر، فده كويس بالنسبة لفايلر. وأكيد هو درس الفريق المنافس دراسة كاملة من خلال المباراة الأولى وخلال مباراته في التصفيات. أعتقد أن المباراة في الدور الثاني في المباراة العودة هتكون هتبقى اندفاع هجومي إلى حد ما من فريق سان داونز. الأهلي أكيد هيعتمد على هجمات مرتدة سريعة، ودي محتاجة لعيب صانع ألعاب قوي زي أفشة وشحات واندفاعات علي معلول، ومحتاج برضو الخبرة. يعني هنا أكيد هيركز على لعيبة الخبرة زي أحمد فتحي زي وليد سليمان، دي بيبقى ليهم عامل كبير، والعرضيات بتاعت علي معلول، كل ده هيبقى في صالح النادي الاهلي. مشكله الماتش اللي بتاع المره اللي قبل كده اكيد مش هتكرر تاني مع الاهلي، لكن بتاعت سان فيتي بتاعت 5-0 ده له ظروفه. المره دي في كمان حاجه حلوه جدا، ان الكابتن محمود الخطيب رغم ظروفه الصحيه الا انه تحمل وقاد البعثه وسافر رئيس بعثه في بريتوريا في جنوب افريقيا. وطبعا ما ادراك محمود الخطيب كلاعب كبير خد الكره الذهبيه، هيقعد بيقعد مع اللعيبه، في تركيز كبير جدا من اللعيبه. الكابتن الخطيب اكيد له نصائح كلاعب قديم كلاعب خبره. كمان في كمان عملوا حاجه كويسه جدا، ان هو بقى في تركيز شديد جدا من لاعبي الاهلي حسب الرسائل اللي بتيجي من بريتوريا. في اجتماعات مستمره بين فايلر والجهاز المعاون بتاعه لاستغلال اخطاء المنافس وزياده تركيز اللعيبه من اجل الفوز. وبعدين اعتقد نتيجه 2-0 هنا حلوه وكويسه، شايف نتيجه جيده جيده، وخاصه ان انا بقول لحضرتك ان هو ايه هيبدا سان داونز اكيد يعني هجمات ضاغطه من اجل تحقيق هدف مبكر يساعده، فده اكيد هيستغله الاهلي في هجمات المرتده. طيب ايه العناصر اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي في مباراه الاياب، والفكر الافضل يبتدي بيه مستر فايلر هذه المباراه من وجهه نظر حضرتك؟ هو العناصر اللي هترجح هي عناصر الخبره، تمام، زي ما قلت احمد فتحي، علي معلول، رامي ربيعه، طبعا محمد الشناوي ما شاء الله عليه افضل حارس، ويعني طبعا ما شاء الله عليه وما شاء الله عليه، في رامي ربيع، في احمد فتحي، في وليد سليمان، في برضو قفشه وحسين الشحات، هيكونوا عامل مهم جدا مع اجاييه مع اليو ديانج. فكل دي عناصر مهمه جدا في حسم لقاء الذهاب ان شاء الله، الاياب باذن الله، الاياب ان شاء الله، الاياب باذن الله ان شاء الله. طيب الشكل اللي ممكن يلعب بيه مستر فايلر الافضل، هل ان هو يدافع او يبقى عنده تحفظ دفاعي من بدايه المباراه، ولا الافضل ان انت يلعب بشكل متوازن شويه؟ لا، هو بشكل متوازن مع اول ربع ساعه يامن فيها الدفاع، من والدفاع مش الدفاع البحت، ولكن من عن طريق الضغط من اللعيبه على المنافس من منتصف الملعب. واكيد كل ما تمر ما يمر الوقت كل ما هتتعب نفسيات الصن داونز، هيفتحوا دفاعهم، هتبقى فرصه لانطلاقات علي معلول واجاييه ووليد سليمان، استغلال السرعات يعني فدي الخبره مهمه قوي في الماتشات اللي زي دي، لانه بتقدر اللاعب ذو خبره بيقدر يتحكم في رتم المباراه، امتى يسرع امتى يهدي، كل ده مهم في لعيب الخبره في النادي الاهلي، مع طبعا حماس الشباب والقوات اللياقه البدنيه. اهميه سفر الاهلي بشكل مبكر من وجهه نظر حضرتك لجنوب افريقيا ده مهم جدا، ودي كانت نقطه كويسه جدا من الجهاز الفني، لان هو يعتاد على الجو هناك، يعتاد على الملاعب، يقدر يعمل تركيز بعيد عن القاهره، يعني التدريب في القاهره هيعمل له توتر الجماهير والشحن والاعلام، وانما هناك بعيد عن هذا الشحن، بعيد عن الاعلام، هناك في تركيز، في يتاقلم على الجو، خاصه هناك الجو هناك عكس
مصر لان هم ايه تحت خط الاستواء. فكل ده مهم جدا للفريق. هناك هيبقى زياده التركيز اكثر مع الوقت. كل ده هيكون عامل مساعد في تحقيق الفوز ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله الاهلي شاء الله يكون موفق في هذه المباراه، وباذن الله يقدر يرجع بتذكره التاهل لدور نصف النهائي من البطوله. تواجد الكابتن محمود الخطيب اكيد في حد ذاته دافع معنوي مهم جدا للاعبين. دافع معنوي جدا، ودي كانت خطوه جيده من الكابتن، لانه زي ما قلت لك ان هو لاعب ذو خبره، له احترامه الكبير عند اللعيبه، له وجهه نظره الفنيه. ما تنساش ان هو كان زي ما قلنا خد الكره الذهبيه الافريقيه طبعا، لاعب كان افضل لاعب في مصر، من المهارات ومن الخلق. اكيد عاش الاجواء دي قبل كده كثيرا، هيساعد اللعيبه في زياده التركيز وفي شحن المعنوي لدى اللعيبه. فكل ده هيكون عامل مهم جدا، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. اهميه التوقيت الساعه 3 العصر نفس توقيت المباراه على مدار ايام عديده، يعني 4 ايام تقريبا الاهلي بيتمرن في نفس التوقيت ده، راي حضرتك ايه؟ والله هو ده، ما انا بقول لحضرتك ده فايده ان الاهلي راح بدري، سافر بدري بس ما اتمرنش في التوقيت ده. لا، لكن قرار الجهاز الفني وفايلر ان هم يتمرنوا في توقيت المباراه. هو ده بيدل على ان الجهاز الفني بقياده فايلر فاهم واعي، بيضع كل الاحتمالات للمباراه في نفس التوقيت، يعني هيبقى نفس الجو، هيبقى نفس لو هناك بقى هناك زي ما قلنا هناك الجو عكس، يعني تقريبا هناك داخلين على الخريف بالظبط، يعني الجو هيكون كويس هناك. فده هيكون عامل حاسم، لان دايما بيلعبوا الماتش الاساسي في نفس توقيت المباراه وعلى الملعب، لا ده ايه بيلعب 3-4 ايام اللي هتدربهم هناك في نفس التوقيت، فده هيكون عامل مهم جدا. اللعيبه هتاخد على الارض، هتاخد على الجو، فده هيكون عامل مساعد. تمنيات حضرتك لتشكيل الاهلي، احنا ما نقدرش نتوقع التشكيل، لكن تمنيات حضرتك مثلا. هو التمنيات ان هو انا زي ما قلنا الاقي الخبره، احمد فتحي، وليد سليمان، قول لي التشكيل بشكل كامل من وجهه نظرك. يعني هو محمد شناوي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، حتى لو المباراه الاخيره لعب ياسر ابراهيم ومتولي. والله انا بقول لك على ايمن الخبره افضل يعني. كمان برضو في حارس الشحات وقفشه واجاييه وديانجو وسوليه، كل ده هيكون يعني هيركز في جزء كبير في الشوط الاولاني على الخبره. بعد كده في الشوط الثاني ممكن يدفع بالعناصر الشابه اللي هي بقى تجري، تبقى عندها حريه الانطلاق والسرعه في التنفيذ. طيب الدور ده كمان دور عفوا دور الثمانيه في مباريات اخرى، يعني مباريات اقصائيه ايضا ما بين الزمالك والترجي، الرجاء ومازيمبي، الوداد والنجم الساحلي. توقعاتك لهذه المباراه؟ والله احنا نتمنى برضو التوفيق لنادي الزمالك. هو هنا فاز 3-1 على الترجي ولكن الترجي الزمالك فاز عليه مرتين في السوبر وفي الذهاب، تمام، فده هيبقى عامل رد فعل، هيبقى في شحن كبير جدا من جماهير الزمالك في الملعب. الترجي هينزل مندفع بطريقه كبيره جدا. هو الزمالك بقى المفروض برضو يعود لعيبته ان هم طبعا اللعبه مع شمال افريقيا بيبقى فيه عمليات من الضغوط العصبيه ومن الاحتكاكات الكبيره، يعني بيحاولوا يخرجوا اللعيب المصري عن شعورهم. فيجب ان على الزمالك ان هو ايه، يعني دي بقى وجهه النظر بتاعت الجهاز الفني، ان هم ما مش عايز استفيض في الحديث عن نادي الزمالك فنيا، انا عايز بس اتوقع حضرتك للمباراه. اكيد نتمنى كل التوفيق للفرقه المصريه. هو توقع صعب، ولكن نتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. صعب يعدي؟ لا مش صعب، مفيش حاجه صعب في الكوره. صعب، قلت صعب. لا هو صعب في الظروف، ولكن نادي الزمالك قادر ان شاء الله انه يتخطى المباراه. الوداد ومازيمبي، او عفوا الوداد والنجم. الوداد والنجم 2-0 المباراه الاولى، 2-0 للوداد. برضو يعني على النجم الساحلي والوداد فريقين كويسين واقوياء، واتوقع ان شاء الله يكون ضربات الجزاء. ضربات الجزاء يعني النجم يقدر يرجع في المباراه. يقدر يرجع. طيب مازيمبي والرجاء. مازيمبي والرجاء المباراه الاولى برضو 2-0 للرجاء في المغرب.
هو برضو اذا قدر الرجاء يطلع من الشوط الاولاني بتعادل هيتعب نفسيات مازيمبي ويحقق الفوز ان شاء الله يعني. فهو ماتش صعب لان مازيمبي من الفرق القويه اللي عندها خبره كبيره. تمام. ولاعبته لعيبه عندها فنات الكوره ولكن الرجاء عنده الخبره الافريقيه برضو. الفوز 2-0 في عنده هيسهل له الماموريه في المباراه. رغم ان ملعب مازيمبي صعب شويه. هو صعب ولكن يعني انا زي ما اقول لك ايه خبره اللاعب الرجاء خبره كبيره والفوز هيريحه نفسيا. فوز 2-0 هيريحه نفسيا عشان كده لو جاب جون الرجاء خلاص الموضوع هيبقى صعب جدا على مازيمبي. فديا ان هو يحافظ الرجاء هيحاول يحافظ على انه ما يخشش في جون على الاقل في الشوط الاولاني. هيتعب نفسيات لاعبي مازيمبي في الشوط الثاني ويبقى ضغط عليهم خاصه في وسط جماهيرهم وخاصه الجماهير الافريقيه بتعمل رد فعل عكسي على فريقها ما يكون مضغوط او ما يكون مش قادر يوصل لفريق المنافس. تمام. طيب انا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نواصل حديثنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. يلا بينا. مستمرين مع حضراتكم من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده وبنورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ وائل الزياتي واتكلمنا بتفاصيل كثيره عن مباراه الاهلي وصن داونز. اخيرا المطلوب من لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه ايه تحديدا؟ التركيز. ثم التركيز ثم يعني الهدوء. الهدوء في الملعب. الهدوء في الملعب ده عامل مهم جدا انه مش هخليه يتسرع، مش هخليه يفقد الكره بسرعه، مش هيخليه متوتر لان التوتر ده بيؤدي الى فقد الكره بسرعه لاختلاف المراكز او كل واحد بقى يتخلى عن الواجب بتاعه. تمام. فهو محتاج التركيز وده اللي شايفه من الرسائل اللي بتيجي من بريتوريا. ان هناك تركيز شديد وفي احكام كبير على البعثه هناك من اجل التركيز في المباراه. النتيجه ممكن تبقى كام؟ توقعات حضرتك ليها ايه؟ اعتقد يعني هتكون ممكن تصل الى يعني التعادل السلبي او هدف لصن داونز او هدف لصن داونز او هدف ده يعني احتمال ضعيف الهدف ده. الاهم باذن الله ان الاهلي يتفوق ويتاهل لدور نصف النهائي. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. ناخد بعض الملفات المحليه نتكلم فيها مع حضرتك فيما تبقى من حلقه اليوم من كلام في الميديا. بالتحديد نبتدي بموقع المصري اليوم النهارده. اللي اتكلم في ايه؟ اتكلم في ان اتحاد الكره قالوا ان لجنه الاستئناف تنظر تظلم الاهلي والزمالك على عقوبات السوبر. راي حضرتك في البدايه في العقوبات اصلا بعد مباراه السوبر؟ اولا هنسيب العقوبات دلوقتي ونتكلم في اللجنه الخماسيه. اوكي بس عايز اتكلم على وجهه نظر حضرتك في البدايه عن العقوبات، رايك ايه؟ العقوبات ما فيش حاجه. الفيفا بتمنع ايقاف الطويل ده. الايقاف الطويل تقول لك اديله غرامات ماليه. ما يبقاش يعني توقفه مثلا 18 او 20 ماتش. انت في الدور الثاني لسه ما بداش زائد الكاس مباراه الكاس فده عقوبه كبيره جدا. اوقف يعني اكتر حاجه 4 ماتشات ولا حاجه وبعدين عقوبات ماليه. ما فيش لائحه في الدنيا بتقول ان اللعيب يتوقف لاخر الموسم. ما انا بقول لك دي ما فيش لان الفيفا بتمنع عمليه ايقاف اللعب. الفيفا مع ان اللاعب يلعب ايا كان. وعقوبات الماليه وعقوبات الايقاف تبقى في حدود عدد معين من المباريات ما يزيدش مثلا 4 أو 5 ماتشات. تمام. حسب الايه العقوبه. ثانيا انا شايف ان كان الشكل وحش في نهائي السوبر في دوله الامارات ولكن العقوبات للردع ولكن الطريقه بتاعت العقوبات انها اتخذت بالكميه الكبيره دي مش كويسه. ثانيا انا شايف ان الاهلي قدم استئناف. الزمالك قدم استئناف بعد ما اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه قالت اللي عاوز يعترض يقدم استئناف. وحت اللجنه دي هتقعد لسه ما اتحددش ميعادها وهتشوف مبررات الاستئناف عند الاهلي ومبررات الاستئناف عند الزمالك وترجع محتمل ترجع للوائح الاتحاد الدولي اللي هو اللي بينص على ان الاتحاد او اتحاد الكوره الفيفا مع ان اللاعب يلعب. تمام.
ثانيا هو اللجنه الخماسيه يعني كان ليا بعض التحفظات عليها انها ما جابتش ناس محترفه في كره يعني ما في في الدهشوري حرب اللي هو الدهشوري حرب في ناس عندها خبره ناس في اداره شؤون في اداره شؤون اللعبه ناس عندها خبره وناس مارست كوره اللي هو دهشوري حرب اللي هو عبد المنعم الحاج كابتن عصام عبد المنعم دول كان حتى قراراتهم هتحظى بمصداقيه عند الانديه كلها تمام انما هو يعني مع احترامي للجنه اللي جت ولكن كان المفروض ناس ليها خبره وناس ليها مصداقيه عند الانديه فدي كان ايه العيب الوحيد في تشكيل هذه اللجنه مع احترامنا للناس الموجوده برئاسه اكيد عمر الجنائي اكيد طيب راي حضرتك في بخلاف بقى العقوبات الاستئناف ايه اللي هيحصل توقعات حضرتك ايه او من خلال معلومات حضرتك يعني اعتقد ان العقوبات هتتغير هيبقى في ايقاف ولكن مش لاخر الموسم هيبقى في غرامات ماليه زياده ده اللي ممكن يتم انما ممكن يبقى الايقاف اربع خمس مباريات بالكثير في عقوبات على اللاعب على النادي دي عقوبات ماليه هل العقوبات كانت عادله من البدايه لا ما احنا قلنا ما فيش عقوبه توقف لاعب لا بخلاف الايقاف ومده الايقاف وكلام من ده هل هي عقوبات كانت عادله بخصوص التصرفات بعض اللاعبين لا طبعا ما هي مش عادله ب 100% يعني لو نفترض ان عادي ان اللاعب يتوقف لاخر الموسم او ان في حاجه بتقول كده لو نفترض فهل العقوبات دي عادله ولا انت شايف لا مش عادله بنسبه 100% لان انا بقول لك ما هي ما هو العادله انها تكون ما توقفش اللاعب لاخر الموسم وبعدين ايه لا دي احتكاكات انا فهمت حضرتك يا فندم بخصوص تصرفات اللاعبين فبالتالي مثلا في لاعب عمل فعل مشين توقف تمام ماتشات بس لاعب ما عملش نفس الفعل المشين ده كان توقف لاخر الموسم انا فهمت راي حضرتك هو يعني العقوبات مش عادله ليه لان ما فيش لاعب اتضرب اتعور اتفتحت دماغه مفيش اتكسر داخل تعمد بكسر والكلام ده كله دي حاجات برضو مناوشات في الملعب بالنسبه لعقوبات اللعيب مثلا عمل فعل فاضح او الكلام ده كله برضو يعني هم استندوا اللي ان هو تعرض لاهانات وهتك عرضه والكلام ده كله فبرضو كان مفروض مين اللي تعرض لاهانات لا هو حسب قرارات الشيكابالا يعني حسب لا وكلام الهدافات الهدافات يعني شتائم وكلام المبررات بتاعت وده بيحصل في الملاعب كلها في كل الدنيا كل لعيبه بتتشتم كل الناس بتتشتم ولكن يعني عادي هو زي ما بقول لك الاستئناف ممكن يعدل في العقوبات وده المتوقع يعني بدليل ان الاثنين تحمسوا للتقديم للاستئناف طيب انا عندي اخبار متضاربه كتير بخصوص الفار استاذ وائل الفار هيطبق ولا مش هيطبق هو هيطبق الكابتن النهارده بيقول ان لجنه الجنايني تفشل في انهاء رخصه تطبيق الفار النهارده كمان اليوم السابع قالوا ايه قالوا ان اخر كلام اتحاد الكره يقرر تطبيق تقنيه الفار غدا هو الفار هيطبق بكره في ماتش انبي وطلائع الجيش خلاص مؤكد مؤكد حلو. وبكره في مؤتمر صحفي بخصوص تطبيق تقنيه الفار تمام برئاسه عمرو الجنايني حلو هما بيقولوا ان ما خلاش التصريح كامل لانه لازم تطبق الفار ثلاث شهور بطريقه غير معلنه تمام هنا المؤتمر الصحفي بكره هيؤكد ان تطبيق الفار لو كانش لانهم اعلنوا وعملوا دراسات ل 58 حكم تمام منهم 17 حكم ساحه و 19 حكم تقنيه فار و 19 واحد مساعدين للفار بر فهو هيطبق وبكره هيبان في المؤتمر الصحفي الكلام النهائي لان كل ده كلام ما صدرش من اتحاد الكره الرسمي اتحاد الكره الرسمي انه هيطبق الفار من بكره في ماتش اعلن اتحاد الكره قال لك هيطبق من بكره في مباراه طلائع الجيش وانبي والمؤتمر الصحفي بكره بخصوص عمليه تطبيق الفار طبعا الشركه الاسبانيه طلب منها اتحاد الكره ان يبعت 11 سماعه للحكام رغم ان السماعات دي المفروض تبقى متوفره من زمان يعني انا من سنتين عملت حوار مع عصام فتح رئيس الحكام السابق قال ان احنا مع الموسم اللي قبل اللي فات هنجيب تعاقدنا على السماعات فده العقود عندنا هنا كتير بس بعضها ما بيتنفسش يعني في الحقيقه دي للاسف دي للاسف يعني ولكن هي بقى مشكله تطبيق الفار عندنا هيعمل مشكله كله هيعترض
كله هيلجأ كل اي لعبه فيها شك هيلجأ للفار، او كل لعبه مش على هوا المنافس يقول لك نرجع للفار، فممكن يعطل المباريات ويحصل مشاكل منها. هينجح الفار في مصر ولا مش هينجح لو طبق؟ اذا طبق بعداله وطبق وفي حزم، في حزم ممكن وحزم. ممكن يطبق من غير عدل؟ ينفع؟ ممكن. ازاي؟ كل شيء ممكن، زي العقوبات اللي طبقت. ايوه لا بس في فار يعني المفروض يعني، ما هو الفار برضه هيقول لك دي ترجع بقى وجهه نظر يعني. في دلوقتي بيرجع للفار في بعض الماتشات انت شايفها مثلا ضربه جزاء، الفار يقول لك لا مش ضربه جزاء. فهي ايه المهم في اي شيء لابد ان العداله في التطبيق. تمام، ده اللي بتريح الكل. وده اللي بتخلي عداله وحسم، حسم وحسم وحزم في التطبيق. وبعدين اما اشوف ان الموضوع عادل على الكل خلاص، حتى لو في شك او تعب بتغاضى عنه كلاعب كنادي كفريق لا مهم. تمام، فهو لابد التدريب الكويس جدا. هما انا سمعت دلوقتي انه في سيد مراد من لجنه الحكام بيلف على الانديه وبيعمل محاضرات في الانديه لتعريف اللعيبه بتقنيه الفار، وده مهم جدا لان اللعيبه معظمها ما تعرفش التقنيه ازاي او تطبق ازاي او هي في محاضرات كتير او في محاضرات ده مهم جدا. المحاضرات اللي اتعملت للحكام دي مهمه جدا. يبقى بقى التطبيق والعداله في التطبيق، ده اللي هنشوفها من خلال المباريات اللي هيتم فيها التطبيق الفار باذن الله. باذن الله الامور تمشي بالشكل اللي يكون في صالح الكره المصريه. استاذ وائل نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. احنا اسعد وشاكرين لكم. نشكر حضرتك الاستاذ وائل الزياتي نائب رئيس تحرير اخبار الرياضه، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره اخر حلقات الاسبوع واخر اساعات كمان النادي الاهلي بخلاف يوم الجمعه كمان لمباراه صن داونز يوم السبت باذن الله تعالى. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، وهنستمر مع حضراتكم في كل ومتابعه كل وليس استعادة النادي الأهلي للمباراة المرتقبة. دي كانت حلقتنا، بكرة حلقة جديدة من كلام في الميديا. استنونا، إلى اللقاء.